لقد تبين أن كل خيط من خيوط هذا النسيج الكوني يتألف من آلاف المجرات، من وهذه المجرات قد رصفت بطريقة شديدة الإحكام، أي أن هذا النسيج محكم إحكاما شديدا. ولذلك يقول عنه عالم من العلماء: هذه المجرات من الآلاف المجرات شديدة اللمعان، قد رصت بإحكام شديد. يبدو كوننا الذي نعيش فيه إذا نظرنا إليه من الخارج مثل نسيج تم حبك خيوطه بإحكام، ولذلك فإن صفة الحبك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي صفة يقينية للسماء. هذه الصفة لم تكن معروفة في زمن نزول القرآن، والله أعلم.